إذن في التمرين الأول قال لك يساوي عمر الناس في الأنويدة الكربون 14 5600 سنة. نريد تحديد عمر قطعة خشبية أثرية كتلتها M نقيس نشاط هذه القطعة فنجده A، ونقيس نشاط عينة لها نفس الكتلة من نفس الخشب قطعة حديثا فنجده A0، بحيث A0 تساوي 8 A. إذا قال لك القى داك تي، إذا باش القى داك تي غادي نطبقو حنا القانون اللي قريناه اللي هو قانون التراقص الإشعاعي، لا ديكروسونس راديو اكتيف. إذا اش تقولنا لا ديكروسونس راديو اكتيف؟ تقولنا بأنه A، إذا هذه لاكتيفيتي، إذا كتساوي لاكتيفيتي تساوي A0 اكسبونونسيال موان لاندا في تي. إذا أنا كنقلب على هاد تي هادي، واش كنعرف كذلك A0 عطاونا A0 كتساوي 8A، إذا غادي نعوضها هي 8A اكسبونونسيال موان لاندا في تي. إذا A غادي تختزل مع هاد A غتولي هنا 1 تساوي 8 اكسبونونسيال موان لاندا في تي. ندي 8 للطرف الآخر غتولي 1 سيغ 8 اكسبونونسيال تساوي اكسبونونسيال موان لاندا تي. إذا إلا بغيت تي خاصني نرفع كل شيء إلين، غتولي إلين 1 سيغ 8 تساوي موان لاندا في تي. هذه تتكافئ كذلك بأنه إلين واحد هي صفر ناقص إلين 8، إذا هي ناقص إلين 8 لأن إلين أ سيغ بي هي إلين أ موان إلين بي، هي إلين واحد ناقص إلين 8، إلين واحد هي صفر غتبقى لكم ناقص إلين 8 تساوي ناقص لاندا في تي. إذا ناقص مع ناقص غادي تمشي تولي زائد زائد. إذا تي أش غادي تساوي؟ تي تساوي إلين 8 على لاندا. حنا اش كنعرفو باش نجبدو هاد لاندا؟ هادي غادي نجبدوها باستعمال تي ان دومي. اذا كنديرو تي ان دومي تساوي الين جوج على لاندا، نكتبوها كاع على هادشي. اذا لاندا اش غادي تساوي؟ غتساوي الين جوج على تي ان دومي، ياك. نعوضو هذا دابا هنا غتولي تي تساوي الين 8 على لاندا اللي هي على الين جوج مقسومة على تي ان دومي، غادي تطلع غادي تولي هي فوا تي ان دومي، مفهوم؟ اذا هادي هي العلاقة اللي خاصكم تلقاو، واضح؟ الين 8، اذا نحيدها مبيناش مزيان. اذا تي تساوي الين 8 على الين 2 فوا تي ان دومي. اذا هذه غادي نديرو التطبيق عددي، اذا تي تساوي اذا الين 8 هي غادي نخليوها الين 8 فوا سيغ الين 2 فوا تي ان دومي اللي هي 5600 عام، 5600. اذا هذه الى حسبتوها مزيان غادي تلقاو هي 16800 سنه، 16800 سنة. إذا الجواب الصحيح هو بي، إذا بي هو الجواب الصحيح. طيب إذا دابا نمشيو للتمرين رقم جوج. إذا في التمرين رقم جوج إذا قال لك نسجل بواسطة كاميرا رقمية موجة ميكانيكية طول حبل المدة الزمنية الفاصلة بين التقاط صورتين متتاليتين هي 40 ملي سكوند. اذا بين الصوره الاولى والثانيه كاين 40 ملي سكوند، بين جوج وثلاثة كاين كذلك 40 ملي سكوند الى اخره. اذا عطانا واحد الشكل فيه الصوره رقم 5 مع الصوره رقم 10. اذا بين الصوره 5 والصوره رقم 10 كاين 5 ديال الصور، من 5 حتى 6، من 6 حتى 7، من 7 حتى 8، من 8 حتى 9، من 9 حتى 10. اذا كاين 5 ديال الصور، اذا كاين 5 ديال الطول، مفهوم؟ إذا قال لك أولا في السؤال قال لك سرعة انتشار الموجة طول الحبل في هي، إذا غادي نجيو هنا غادي نكتبو في. إذا حنا اش تنعرفو؟ تنعرف بأن في تساوي تي على تي. إذا خاصنا نلقاو الطول أولا المسافة المقطوعة من هاد خمسة، هادي من الصورة 5 حتى الصورة 10، شحال المسافة اللي قطعتها هاد الموجة، والمدة الزمنية فاش قطعتها.
هنا كما تلاحظوا خاصنا نختاروا شي نقطة اللي هي واضحة. أنا النقطة اللي بانت لي واضحة هي هذه، نديرها بالأحمر، هي هذه النقطة، هذه النقطة هي اللي بانت لي أنا واضحة هنا، هذه عاوتاني اللي كاينة هنا، مفهوم؟ نتوما اختاروا اللي عجبكم. إذا حنا خاصنا نلقاو شحال المسافة بين هذه النقطة وهذه، يعني بين الصورة 5 والصورة 10، شحال قطعت هذه النقطة هذه، يعني جميع النقط ديال هذه الموجة كيقطعوا نفس المسافة، حتى هذه النقطة هذه كتقطع نفس المسافة. إذا عندنا هنا مربع وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، إذا تقريبا ستة ديال المربعات، إذا لحسبتو هذه مزيان غتلقاو ستة ديال المربعات. إذا حنا بينا نعرفو كل مربع شحال فيها، كل تدريجة من هاد المربعات شحال فيها من متر. إذا كنعرفو أنه الطول ديال هاد الموجة كاملة، يعني من هنا حتى لهنا كاينة 0.5 متر. هادي اللي رسمت لكم بالخضر فيها جوج ديال المربعات ونص، مربعة جوج ونص، ياك فيها جوج ديال المربعات ونص. اوكي، اذا كل مربع هنا، اذا غتكون هنا 0.2، 0.4 ونص هي 0.5، مفهوم؟ اذا كل مربع فيها 0.2 متر، اذا هذا المربع هذه مثلا فيها 0.2 متر. اذا عندنا هنا 1 2 3 4 5 6، اذا عندنا الدي هي 6 فوا 0.2. لو طون، الزمن، عندنا قلنا بين كل جوج صور متتاليه كاين طو، اذا هنا كاين 5 ديال الصور المتتاليه، اذا هي 5 في طو، 5 فوا 0 فوا عفوا 40 ملي سكوند، فوا 40 10 اس ناقص 3. اذا في، الى حسبتو هذه مزيان غادي تلقاوها هي 6 متر سكوند موان زان. اذا الجواب الصحيح هو دي، اذا دي هو الجواب الصحيح. اذا نمشيو للتمرين رقم 3. اذا بالنسبه للتمرين 3 قال لك نشحن مكثفا سعته 10 ميكروفاراد تحت توتر مستمر 0.12 فولت، ونوصله بوشع معامل تحريضها ال ومقاومتها مهمله، وذلك عند لحظه تي تساوي 0. كيك بواسطة كاشف التذبذب نعين التوتر اي ال بين مربطي الوشع. اذا السؤال الاول قال لك اعطيني المعادله التفاضليه التي يحققها التوتر اي ال. احنا التوتر اي ال اش كنعرفو؟ اذا غادي نكتبو حنا بعدا قانون اضافيه التوترات، لا لوا داتيتيفيتي دي طونسيون، اش تيقولنا؟ تيقولنا بانه اي سي زائد اي ال، اذا عندنا غير الوشع وهذاك الكوندونساتور، لابوبين اي كوندونساتور تساوي صفر. يعني بطريقة أخرى أشنو؟ يعني راه يو سي تساوي ناقص يو ال، و يو ال تساوي ناقص يو سي بحال بحال. إذا حنا غادي نلقاو المعادلة التفاضلية ديال يو سي بحال داكشي اللي قرينا، وفين ما لقينا يو سي غنعوضها بناقص يو ال. إذا يو سي زائد يو ال هي ال دي دو اي سيغ دي دو تي تساوي صفر، حيت ما فيهاش ديك لا ريزيستونس انترن، واضح؟ إذا حنا اش كنعرفو؟ اي اي تتساوي دي دو كي سيغ دي دو تي، و كي تتساوي سي سي يو سي، إذا غادي نخرجو سي هي دي يو سي، إذا هادشي كيتعاود سيغ دي تي، ياك كي تساوي سي في يو سي، كي تساوي سي في يو سي. واخا غادي نجيو، إذا دي دو اي هي سي ديما كونستونت غتخرج، هي لا ديريفي سكوند ديال يو سي سيغ دي تي، ياك غتولي يو سي زائد ال في سي دي او كاري يو سي سيغ دي تي او كاري تساوي صفر، لا ديريفي سكوند دو يو سي بارابور او طون. اذا غادي نقسمو على هاد ال سي، اذا ديما تنقسمو عليها، اذا دي يو سي sur dt au carré plus 1 sur lc في uc تساوي صفر، مفهوم؟
اذا هنا اشنو غادي نديرو؟ اذا هنا قلنا يو سي كتساوي ناقص يو ال، فين ما شفنا يو سي غتساوي ناقص يو ال. وحاجه اخرى، اذا دي يو سي سيغ دي تي هي اش؟ هي موان دي يو ال سيغ دي تي، ياك. وعاد تاني دي او كاري يو سي سيغ دي تي او كاري هي اش؟ هي ناقص دي او كاري يو ال على دي تي او كاري. يعني نكتبوها لتحت غتولي دي او كاري يو سي هي موان دي او كاري يو ال سيغ دي تي او كاري موان ان سيغ ال سي يو ال تساوي صفر. يعني الا ضربنا كلشي في ناقص غتولي هادي زائد وهادي زائد. اذا هادي هي المعادله التفاضليه وبيان ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا، مفهوم؟ اذا هادشي اللي كاين. اذا الجواب الصحيح هو الجواب، الجواب الصحيح هو الجواب رقم اش؟ رقم او. اذا او هو الجواب الصحيح. اذا نمشيو للسؤال اللي تبعو. اذا في هذا التمرين هذا، اذا في هذا السؤال هذا قال لك قيمه معامل التحريض ال للوشيعه. اذا راه معامل التحريض ديما كنستعملو نفس العلاقه اللي قرينا في الدرس اللي هي تي زيرو تساوي اش؟ تساوي دو بي غاسين ال سي. اذا الا بغيتو نتوما ال غادي نرفعو كلشي او كاري، غتولي تي زيرو او كاري تساوي 4 في بي او كاري. اذا هذه العلاقه خاصها تحفظ، لا بيريود تي زيرو تساوي دو بي غاسين ال سي، هذا في ال سي وفي ار ال سي بارفي، يعني ما كايناش ديك اخ، ما كايناش المقاومه، مفهوم؟ فوا ال سي. اذا انا بغيتو ال، ال اش غادي تساوي؟ هي تي زيرو او كاري سيغ 4 في بي او كاري في سي، وتديرو التعويض. اذا تي زيرو، تي زيرو هي من هنا، اذا غادي نكبر هذا واحد شويه. اذا من هنا هانتوما شوفوا نديروها بالاحمر، من هنا ياك حتى لهنا هذه هي تي زيرو، من هنا حتى لهنا. واخا عندك هنا مربع تساوي 5 ملي سكوند، شحال عندنا من مربع هنا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة مربعات، أربعة في خمسة هي 20 ملي سكوند، أوكي؟ إذا هي 20 ملي سكوند. إذا غادي نمشيو هنا غنديرو هي 20 في 10 أس ناقص 3 الكل أوكاري سيغ 4. قالك بي أوكاري هي 10 و سي اللي هي 10 في 10 أس ناقص 6. إذا غادي نجيو نكتبوها هنا ال شحال كتساوي؟ ال إلا حسبتوها مزيان غتلقاو هي واحد هنري، صافي. إذا هي واحد هنري إلا حسبتها مزيان. إذا الجواب الصحيح هو سي، إذا سي هو الجواب الصحيح. إذا غادي نمشيو دابا، إذا غادي نمشيو للسؤال رقم ثلاثة. قالك تعبير التوتر يو ال بين مربطة الوشعة بدلالة الزمن هو. إذا شكون هو اش من يو ال اللي صحيح في هادو؟ إذا غادي نمشيو أولا ديما سيرو تي تساوي صفر، أ ديما أ تي تساوي صفر، هادي هي اللي سهلة ياك. وشوفو نتوما غير داك الباراغراف اللي عطاوكم يو ال في تي تساوي صفر، شوفو يو ال. إذا غادي نقربو هاد واحد شوية، شوفوا يو ال في تي تساوي صفر، في تي تساوي صفر يو ال ها هي كاينه هنا، هي ناقص، هي ناقص 12 فولت، جوج تدريجات، التدريجه الاولى التدريجه الثانيه، هي ناقص 12 فولت. يعني في تي تساوي صفر يو ال تساوي ناقص 12 فولت. اذا غادي نشوفوا شكون هو يو ال اللي كيحقق هذا الشرط هذا، مفهوم؟ اذا غادي نرجعوا بشويه علينا، مفهوم؟ اذا هنا قلنا في تي تساوي صفر، هنا ناقص 12 فولت. اذا الا شفنا هاد الاولى هادي في تي تساوي صفر، او صفر هي واحد، واحد ناقص واحد هي صفر، 12 صفر هي صفر، لا. اذا هادي لا غلطه، هادي غادي غلطه خاطئه. نجيو للثانيه، او صفر، او صفر هي واحد، واحد في 12 هي 12، لا خاصها تكون ناقص 12. اذا هادي حتى هي خاطئة. نمشيو على التانية، هادي
كوس صفر، كوس صفر هي واحد، واحد في 12 هي 12، انت هذه خاطئة. مشيو لدي، كوس 100 بي في صفر، 100 بي في صفر هي صفر، كوس بي، كوس بي هي ناقص واحد، ناقص واحد في 12 هي ناقص 12. إذا هذه ممكن تكون صحيحة. باش نتأكدوا حاجة أخرى، ندوزو للرابع آخر وحدة، كوس صفر هي صفر، صفر موان بي سيغ دو، كوس بي سيغ دو ولا موان بي سيغ دو هي صفر. إذا هذه خاطئة. إذا إذا كانوا هادو كاملين خاطئين راه هذه هي الصحيحة، صافي. إذا بقات وحدة اللي كتحقق الشرط الأول، إذا هذه هي صحيحة، هي دي. إذا باش نزيدو نتأكدو، إذا دابا راه باينة بأنها دي، ياك. إذا دابا راه باينة لنا بأنها دي هي اللي صحيحة. دابا غير غادي نزيدو نتأكدو، باش غادي نتأكدو غادي نشوفو في مثلا في هنا في هاد البارتي هادي، هاد البلاصة هادي اللي هي شحال هنا، اللي هي 15 في 10 ملي سكوند، في تي تساوي 10 ملي سكوند. شحال خاص تكون يو ال؟ يو ال خاصها تساوي 12. نجربو حنا، اذا غنديرو يو ال تساوي 12 و كوس 100 في بي فوا هذيك 10، 10 10 اس ناقص 3، اوكي، بلس بي، هذه خاصها تعطينا غير 12. اذا شكون 10 في 10 اس ناقص 3؟ هذه هي 10 اس ناقص 2، 10 اس ناقص 2 بحال قلتي في بي فوا 100. شكون هي 100؟ هي 10 اس 2، 10 اس 2 مع 10 اس ناقص 2 غتمشي، غتولي لكم بي بلس بي. اذا هذه غادي تولي هي 12 كوس 2 بي. شكون هي كوس 2 بي؟ هي نيت واحد، اذا هي 12 فولت. اذا هادشي اللي درنا صحيح. اذا مثلا هذه طريقه باش نتاكدوا، طريقه اخرى شكون هي الطريقه الاخرى؟ كاين بزاف ديال الطرق. غادي تعوضوا هذه، ديروا ليها لا ديريفي سكوند، وغادي تعوضوها في هذيك الايكواسيون ديفيرونسيال اللي لقينا. اذا خاصها تعطيكم صفر، فاش ديروا دي او كاري يو ال سيو دي تي او كاري زائد واحد على ال سي يو ال، غتلقاو تعطيكم، غادي تعطيكم صفر. اذا كاينين بزاف ديال الطرق. اذا هادشي اللي كاين في التمرين 3. اذا ندوزو دابا للتمرين 4. في التمرين 4 قال لك نعتبر جسمان صلبان اس له حركه مستقيميه وفق محور اكس او اكس بريم، اذا حول مستقيم. غير هذا المستقيم عنده جوج ديال المنحيين، جوج ديال لي سونس، سونس بوزيتيف وسونس نيجاتيف. المهم هادشي ما كيهمناش. تسارعه ا تساوي 4 متر سكوند موان 2، عند تي تساوي 0 اكس 0 تساوي 6، وسرعته في 0 تساوي ناقص 8 متر بار سكوند. اذا قال لك هنا المعادله الزمنيه للحركه، اذا غادي ننطلقوا ايطاب با ايطاب من ا، ياك. اذا ا بعدا راه كونستانت، اذا ا اش تساوي؟ ا تساوي ان كونستانت اللي هي 4، تساوي دي دو في سور دي تي. اذا الا بغيت انا في، اذا في هي لانتيغرال دو ا بابورت، اذا هي اش؟ هي ا في تي بلس ان كونستانت اللي هي في 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 تي تساوي صفر. احنا لقينا في دو تي. نمشيو دابا لاكس دو تي، اكس دو تي نفس الشيء، اكس دو تي علاش كنقلبو؟ هي لانتيغرال دو في دو في تي، هاد في هادي بارابور او طون، لانتيغرال في لو طون، ياك. اللي هي هادي غنديرو لها الانتيغرال ديال تي هي ان دومي تي او كاري، هي ان دومي هاديك لا كونستانت في تي او كاري بلس في زيرو في تي بلس عاود تاني اكس في تي زيرو اللي هي اكس زيرو. ايوا عوضوها غتولي اكس دو تي. شكون هي ان دومي في 4؟ هي جوج، 4 على جوج هي جوج، جوج في تي او كاري بلس شحال هي في زيرو؟ هي موان، اذا عفوا هنا خاص تكون موان، هنا اذا موان في زيرو هي 8 في تي بلس اكس زيرو بلس 6، صافي. اذا الجواب الصحيح هو
واضح. إذا شكون هي اللي تتبع، شكون هي اللي صحيح فيهم؟ هي سي. إذا سي هو الجواب صحيح. إذا هذا الشيء اللي كاين في هذا السؤال هذا. نمشيو للسؤال رقم جوج. إذا قال لك سرعة اس تنعدم عند اللحظة تي بريم بحيث، إذا حنا اش لقينا قبيلة؟ لقينا في. إذا هنا نشوفو السرعة امتى كتنعدم. إذا في اش كتساوي؟ إذا في لقيناها هي أ في تي ياك بلوس في زيرو، هادشي اللي لقينا. إذا امتى هادي غادي تساوي صفر؟ إذا فاش من تي بريم فاش هادي غادي تساوي صفر؟ إذا غادي نلقاو تي بريم بكل بساطة. إذا تي بريم غادي يساوي اش؟ غادي يساوي ناقص في زيرو سيغ أ. إذا هي ناقص في زيرو هي ناقص تمنية، ناقص تمنية على أ اللي هي على أربعة. إذا تمنية على أربعة اللي هي جوج، جوج سكوند. إذا شكون هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو سي. إذا سي هو الجواب الصحيح. إذا نمشيو على الثاني. المسافة دي التي يقطعها الجسم اس بين لحظتين تي زيرو. إذا في تي زيرو، إذا عندنا اكس في تي تساوي صفر، تي يساوي اكس صفر، تي يساوي ستة متر. نحسبو دابا في تي تساوي واحد، في تي ان تساوي ربعة سكوند. إذا هي اكس ان تساوي، غادي نعوضو غير في ديك ليكواسيون ديفيرونسيال، عندنا جوج في تي ان يعني في ربعة أوس جوج، موان تمنية في تي، موان تمنية فوا ربعة سكوند، ديك ليكواسيون ديفيرونسيال اللي لقينا قبيلة، بليس ستة. إذا هادي غادي تلقاو هي ستة متر، بحال ما تحركش. إذا شكون هي المسافة اللي قطع دي؟ هي أش؟ غنديرو المسافة الكبيرة إكس أ موان في إكس تساوي صفر. اللي هي ستة متر موان ستة متر تساوي صفر متر. موان ستة متر تساوي صفر متر. إذا الجواب الصحيح هو أ. اذا هادشي اللي كاين في هذا الكونكور هذا. تنتمنى تكونوا استفدتم مزيان، وشكرا على حسن انتباهكم.